مصر. هنبارك للكابتن عبد الحميد بسيوني عشان هو معانا على التليفون. يا كابتن برحب بحضرتك. الله يبارك فيك يا عمر، ومنور الدنيا ومنور الشاشه، والله يوفقك ربنا يخليك يا كابتن. وامورك يعني دايما في اي مكان بتنوره يا عمر، وربنا يوفقك دايما، حد جميل واضافه كبيره جدا للاعلام الرياضي في مصر. ربنا يخليك يا كابتن. يعني يا كابتن حضرتك توليت المسؤوليه في وقت صعب جدا، لكن كعادتك دايما بتكون على قدر المسؤوليه، بتحقق نجاحات مع نادي الجيش، ويوم بعد يوم بتحقق ان هو ده المكان اللي بيستحقه كابتن عبد الحميد بسيوني، وفوز ايضا مهم، وبتثبت فيه جدارتك على مصل المقصه، الفريق القوي مع اداره فنيه مميزه بقياده ايمانويل ايمونيكي. الحمد لله والشكر لله، زي ما حضرتك قلت الموقف كان صعب والامور متصعبه، يمكن انا توليت المسؤوليه قبل مباراه المقصه برضو، يمكن انا لعبت المقصه مرتين، واحده في الدوري والنهارده في الكاس، قدرت اتعادل معاهم وهم فريق محترم جدا في الدوري، وفزت على اف سي مصر وخسرت من النادي الاهلي. يمكن قفلت صفحه النادي الاهلي تماما بعد المباراه، ثاني يوم على طول ركزنا في مباراه المقصه. كان المشكله في المباراه ديت يا عمر ان انا كان عندي غيابات كبيره جدا ومتمركزه في السردباكات بتاعتي في عمق الملعب، يعني انا عندي الاربعه علي الفيل ثلاث انذارات، واحمد علاء واحمد سامي وخالد سطوح الثلاثه اصابات. فالنهارده اضطريت ان انا العب باثنين لعيبه ابطال بشيد بيهم من خلالك، محمود عاطف وسعد سمير، واحد مواليد 2000 واحد مواليد 2001. النهارده كانوا على قدر المسؤوليه، يمكن محمود عاطف اتمرن معايا تمرينتين اثنين بس، سعد بيتمرن معايا بقاله فتره، فاثنين لعيبه النهارده كانوا على قد المسؤوليه مع باقي زمايلهم. عملنا مباراه كبيره ضد فريق محترم وفريق كبير هو مصر المقصه. بشكر لعيبتي على المجهود الكبير اللي بذلوه النهارده وادوه به مباراه قويه، والحمد لله والشكر لله على المكسب، واتمنى ان شاء الله باذن الله الفوز في المباريات اللي جايه، بحيث ان طلاع الجيش ياخد المكان اللي يليق بيها ويليق بامكانياته ويليق بادارته ويليق بكل العوامل المتوفره ان شاء الله باذن الله، انه يبقى موجود في وسط الكبار فوق ان شاء الله باذن الله يا عم. كابتن بسيوني يمكن مدير فني افريقي لنادي مصر المقاصه، بالتالي اعتقد ان هي اول مره تحصل في الدوري المصري. ذاكرت المباراه ازاي والنقاط الفنيه اللي حضرتك اخذتها عن ايمانويل ايمونيكي وطريقه اللعب؟ هل ده كان ليه طريقه مختلفه تحضر بيها الماتش حتى لو كان مدير فني اجنبي او حتى لو كان مدير فني مصري؟ طبعا انت عارف ان كل مباراه احنا بيبقى معايا محلل للاداء، بنقعد مع بعض وبنحلل اداء المقص، حللناه كويس قوي. في مباراه الدوري كان ميدو بيلعب بطريقه وبيلعب بنظام وبيلعب بشغل، ايمانويل بيلعب بنفس النظام، بس هو عنده تكنيك بيحسنه، بيحاول ان هو يضيق المساحات اللي كانت موجوده في الفتره اللي كان موجود فيها ميدو. يمكن عايز اقول ميدو من المدربين الكبار جدا جدا واللي بذل مجهود كبير جدا مع المقصه، فانت كل مباراه بتقعد تدرسها كويس قوي وتحللها وتسال على كل صغيره وكبيره في الفريق المنافس، وحتى التدريبات بنبعت الناس بتتابع التدريبات وبنشوف نشوف ايه اللي ممكن نعمله على الارض، بحيث ان احنا المفاتيح والمميزات اللي بتبقى موجوده في الفريق المنافس ازاي نقدر نقفلها كويس قوي، وخاصه لما يكون فرقه عندها مفاتيح لعب كتيره قوي. انت بتتكلم في شميل سبيكلي، بتتكلم في محمد ابراهيم، بتتكلم في 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 في, في ايدو موزيس، في لعيبه عندها امكانيات وقدرات فنيه عاليه جدا، ازاي تقدر تقفل مفاتيح اللعب دي وازاي تستغل الاخطاء اللي بتبقى موجوده في الفريق. يمكن انا عارف ان هم واقعين تحت ضغط ومحتاجين زينا ان احنا نكسب، فهيبقى عندهم اندفاع هجومي شويه، عندهم الباكين بتاع الاطراف بيبقى عندهم دوافع هجوميه كبيره جدا، يعني معظم الوقت بيهاجموا، فازاي استغل المساحات اللي هي خلف الباكين، ازاي اقدر استغل المساحات اللي بتتخلق في فرقه المقصه ما بين خط الوسط وخط الدفاع، اللي بيبقى خط الوسط طالع بصوره كبيره جدا ورا المهاجمين، فبيبقى في مساحه بين خط الوسط وخط الدفاع، ازاي اقدر لعيب احطه في المكان ده واقدر استفيد منه. كان عمرو جمال بيقوم بالدور ده النهارده كويس جدا، كان عندي كريم طارق بيقوم بالدور ده، ابو بكر بيقوم بالاطراف، فاستغلنا الحاجات اللي هي ممكن تكسبنا وتوصلنا لمرمى المقصه، وبعدين يجي المواقف الثابته اللي احنا قفلنا فيهم، لان هم مميزين جدا في المواقف الثابته، ازاي نقدر
في المان والمكان في المنطقه الخلفيه، في نفس الوقت ازاي نستفيد، والنهارده استفدت بكره ثابته وقدرنا نفوز بيها النهارده. فبقول لازم المدير الفني يشتغل على فرقته رقم واحد، وعلى الفريق المنافس اللي هيقابله رقم اتنين، لان مش كل الفرق يا كابتن عمر، وانت لعيب كبير ولعيب دولي ومحترف من المحترفين بتوعنا اللي شرفونا، مش كل الفرق هتقابلها بنفس النظام وبنفس المهام وبنفس التكليفات. كل مباراة بتاخدها على حده، ازاي لكل مباراة تحط الطريقة والتكتيك المناسب للفريق اللي انت هتقابله في المباراة دي. فالفرق الكبيره قوي قوي هي اللي بتلعب بسيستم واحد ونظام واحد وشكل واحد، انما الفرق اللي بيبقى عندها العناصر الفنيه بتبقى اقل شويه من الفرق الكبيره، فلازم تلعب بسيستم وطريقه مختلفه طبعا على كابتن المنافس اللي هتلعبه. كابتن بسيوني، لو يعني هسالك كونك واحد من نجوم نادي الزمالك، وعايز اسالك سؤال مهم وترد عليا بحسك الفني، مع ولا ضد تاجيل مباراه الاهلي والزمالك اللي هتكون يوم 24، يعني بعد مباراة السوبر بأربع أيام؟ شوف يا عمر، هكلمك بمنتهى الأمان. نادي الزمالك ونادي الأهلي لعبوا في الفترة دي مباريات كتيرة جدا، وكانوا مضغوطين كتير جدا، والمباريات اللي بيلعبوها مباريات مهمة ومباريات قوية وكبيرة، سواء في البطولة الأفريقية أو السوبر أو المباريات بتاعت الدوري. فبالتالي لو أنا عندي فرصة وإمكانية إن أنا أريح الفرقتين، لأن المحفل الأفريقي والصراع الأفريقي قوي جدا، وخاصة إن الفرقة اللي هيلعب معاها صن داونز أو هيلعب معاها الترجي الزمالك فرقة قوية، فمحتاجة برضو إن أنت تدي لفرقنا راحة. لو الراحه دي في صالح الفرقتين وتديهم افضليه انهم يدخلوا مباراه الافريقيا وهم اكثر راحه واكثر هدوءا، والمشاكل لو عندهم لعيبه فيها اصابات ترجع لهم خلال الفتره دي، المفروض يبقى لهم الاولويه في كده. فانا ابقى مع التاجيل. لو انا شايف، لو اتحاد الكره شايف ان التاجيل هيضر بالمسابقه وبس ما ياثرش عليهم افريقيا، فانا مع اي قرار يصدر. انما انا بقول التاجيل مهم، ليه؟ لان انا عندي الفريقين يفوزوا في افريقيا ووصلوا للنهائي ويلعبوا باسم مصر في المباراه، في مباراه النهائي، هيبقى عندي افضل بكتير جدا من ان انا العبهم مباراه ممكن يخسروا فيها لعيبه، سواء على مستوى اصابه او على مستوى ارهاق بدني او الكلام ده كله. فانا بتمنى يشوفوا الصح إن شاء الله للنادي الاهلي ونادي الزمالك ويعملوه يا كابتن عمر. كابتن بسيوني، برضو عايز اسالك فنيا عن الاهلي والزمالك، حضرتك شايف مين اللي كفته ارجح؟ انا عارف انها مباراه خارج التوقعات، لكن حضرتك نجم كبير ولعبت في ماتشات اهلي وزمالك، تقدر تقول لي بقى الجو العام ومين ممكن يكون الغلبه شويه؟ يا كابتن عمر، انت قلتها بنفسك خارج التوقعات. ليه؟ اولا الزمالك بيمر بفتره كويسه جدا، فاز بمباراه الاسماعيلي في الدوري، وفاز ببطوله السوبر على فرقه كبيره بحجم نادي الترجي، وعنده مفاتيح لعب وعناصر مميزه جدا. النادي الاهلي من الانديه اللي انت زي ما انت شايف 14 فوز متتالي في الدوري، بيأدي اداء على اعلى مستوى. الفريقين يعني نفسيا في حالة معنوية كبيرة جدا، بدنيا ولائقين بدنيا، وعندهم من البدنية انهم يلعبوا مش 90 دقيقة، 120 دقيقة. عندهم مفاتيح لعب في الفريقين كبار جدا جدا جدا، يعني ما اكثر مفاتيح اللعب في نادي الاهلي وما اكثر مفاتيح اللعب في نادي الزمالك. فمباراة هي خارج التوقعات، ومباراة انا كل اللي بتمناها انها مباراة تليق بقمة افريقيا وقمة الوطن العربي كله بين ناديين بحجم نادي الزمالك والنادي الاهلي. اتمنى تخرج فنيا على اعلى مستوى، بدنيا على اعلى مستوى، اخلاقيا وسلوكيا على اعلى مستوى، ونقدم للوطن العربي كله والافريقيا نموذجين احنا بنتباهى بيهم وبنتشرف بيهم. اما لو قدموا ده، احنا الاثنين كسبانين في حاله فوز اي فريق فيهم، يعني احنا الاثنين هنبقى كسبانين سواء نادي الزمالك او نادي الاهلي، لان ظهورك بالشكل الامثل لتمثيل الكره المصريه في المحفل الوطني والعربي وقدام العالم كله، اتمنى هي دي اللي تهمني على المستوى الشخصي. انما مين يكسب المباراه، الاكثر تركيزا وهدوءا واستغلالا للفرص في المباراه هو اللي هيفوز. انما لما تسالنا على المستوى الشخصي، اتمنى فوز نادي الزمالك. طيب، اشكرك كابتن بسيوني، شكرا جزيلا، اتمنى لك التوفيق والنجاح في الفتره المقبله لحضرتك مع نادي طلاع الجيش، وبارك لك مره تانية على فوزك النهارده امام مصر المقصه في بطوله كاس مصر. مفيش شك ان انا هاخد من كلام الكابتن بسيوني واتكلم مع حضراتكم عن تاجيل مباراه الاهلي والزمالك.